السلام عليكم متابعين صفحة زينب سباح. بعد اللي وجدت شريط حتى انا نشوفها كيفاش باش جاتنا، ما فيهاش في العكري، فيها شوية حرور. نعاودوا المقادير، درنا الدجاج بطبيعة الحال، درنا الدرسة اللي وليتها لكم الحلوة والحاوة اللي كنت يبستها وشمقتها وحيتها في الميكسر، الثوم درت زوج عصام ثوم ودرستهم باسكو انا نخدم بزاف بالمهلات، ما نلحيش ولا نربي الثوم تاعي. حميصة وشوية حرور في الكحل، شوية في الكحل لا في الحرور وشوية سمن شوية زيت. على فكرة نقول لكم حاجة، باللي شتيتها جامي تجي فيها طوماطيش اللي كان غير صغيرة تاع القهوة تاع قهوة. إلا درنا طوماطيش ما تسماش شتيتها، تسمى طوماطيش شتيتها. هذه هي باش نحط لكم معلومه المبتدئات ولا الاخوات اللي ما يعرفوش ولا ما كاش لي زاد معلم. نحب نقول لكم بلي اصول الطياب كي هكذا يندار بهذا الفلفل من الجفف ولا يكون فخي ولا تفوروه وتخبوه في كونجاتور نتوما واش حبيتو، وديروا الدرجه تحت تاعكم ها على قنيها بطبع والشان بصحتكم وراحتكم ومودكم بالصحه ولهنا. شهية طيبه شهيتكم من الجنه ان شاء الله. طمينا لي ما حبيتش نخسرها ولا حبيت ما زلت نزيد نشبحها. مولودي قعد 7 ايام وسبع ليالي، ما ننساوش لي هو خير انام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاركوني بزاف في البارطاج وابوني باش يلحقكم كل جديد. شهية طيبه شهيتكم الجنه ان شاء الله وعند النبي مجموعين ان شاء الله. سلام.